السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم. وصفتنا اليوم غربية نكهة عربية. رح أعمل سندويشات شرائح اللحم. رح تكون طريقة شوي وطبخ اللحم بطريقة غربية، والصوص المرافق لها رح يكون نكهة عربية، هو صوص الطحينة وصوص دبس الرمان. مقادير الوصفة: عندي نص كيلو لحمة شرائح، مقطع شرائح بهذا الشكل. اللحمة اللي عم بستخدمها بقرية. لتتبيل اللحمة استخدمت فلفل أسود معه بشر ليمون، ومعلقة صغيرة عسل وملح وزعتر أخضر، ومعلقة زيت زيتون، ومعلقة خل أبيض. رح تبل اللحمة بالمكونات اللي ذكرتها. هلأ بمزج كل المكونات مع بعض. أنا ضفت الملح بالمرحلة الأولى لأنه عندي شرائح اللحمة مو كتير سميكة، فاللحمة رح تستوي عندي وما رح يأثر عليها الملح. إذا أنتوا عم تستخدموا قطع سميكة من اللحمة ممكن تخلوا الملح لبعد مرحلة استواء اللحمة. هلأ لشوي اللحمة لازم أنا أشعل النار على نار عالية كتير، وعندي المقلاية صارت حارة كتير. أنا بعد ما حطيت اللحمة ما رح أقلبها أبداً، رح أتركها 3 دقايق على أول طرف، وبعدها بقلبها مرة واحدة على الطرف الثاني بعد مرور 3 دقايق. هلا بعد ما اخذت اللحمه لون من الطرفين، اللي بيحب استواءها وسط ممكن يطفي عليها وتكون صارت جاهزه. انا بالنسبه لإلي لا، رح خليها يعني تستوي تقريبا بعد شي 2 أو 3 دقائق على البخار. رح اتركها بهذا الطريقه، بس هدي النار عليها وغطيها واتركها مده 3 دقائق بس اضافيه. بعد ما استوت عندي اللحمه تركتها 10 دقائق ترتاح لحد ما تحتفظ بالعصارة بداخلها، وهلأ رح أقطعها لشرائح. هلأ لتحضير صوص الطحينة عندي نص كوب طحينة، رح ضيف عليها ملح وفلفل أسود وعصير ليمون، ثوم مهروس، وعندي مخلل مفروم ناعم، وبصل أخضر، وحبة فجل صغيرة مقطعين ناعم. رح امزج المكونات مع بعض وضيف المي حسب كثافة الصوص اللي بدي اياه، مي عادية. لتحضير صوص دبس الرمان بحتاج دبس رمان، فلفل او معجون الفلفل حلو او حار حسب اللي بتحبوه، ثوم مهروس، حبات رمان، سماء، وملح. ضف لهم شوية مي باردة وبمزج المكونات مع بعض. هلأ لتطبيق الساندويش أنا اخترت نوع من أنواع الصمون، واخترت معه صوص الطحينة والخس والبصل المكرمل. بالنسبة للبصل المكرمل أنا ضفت بنفس المقلاية اللي قليت فيها اللحمة، ضفت البصل وضفت ملح وسكر لحد ما تدبلوا شوي، ضفت كمية بسيطة من المي وتركتهم لحد ما تكرملوا، وضفت حبات من الفطر وشرائح من الطماطم، وضفت اللحمة وصوص الطحينة. بالنسبة للسندويش الثاني أنا ضفت صوص دبس الرمان. الإضافات ضفت خس وضفت بصل وفطر وضفت مخلل.
وضفت شرائح اللحم وصوص دبس الرمان. وبالنسبة للإضافات بتقدروا تضيفوا أي شيء بتحبوا. وصفاتنا صارت جاهزة، المقادير بالتفصيل بتلاقوها بصندوق الوصف. لايك للفيديو إذا حبيتوه، والاشتراك بالقناة ليوصلكم كل جديد. بصحة وعافية.